بسم الله الرحمن الرحيم. سلام تام بوجود مولانا الإمام إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وإياده ووزير العدل والحريات. نرجو من سيادتكم المحترمة مع فائق الاحترام والتقدير النظر في ملفنا ومطلبنا منذ سنة 1999، حيث كانت الشركة تقوم بأعمال بواسطة عقد قانوني لا ينتج آثار قانونية طبقا للقانون، فوضع لوالدنا هذا الكمين بهذا العقد العرفي سنة 1998 المسجل في بلدية سيس، وهذا الإمضاء ليس لوالدنا. السجل التجاري للمحكمة التجارية التي تقول بأنها تزاول نشاطها مشطب عليه بالسجل التجاري بمكناس. القانون الأساسي توقيع الشركة، توقيع عن مشترك لجميع الأعمال والعمليات. هنا نلاحظ توقيع واحد لمدير الشركة، فإن القانون الأساسي لا يوضع قانون أساسي في هذه الحالة. أبي قام بأشغال جمع الأسباب جماعة سيدي حرزم بمبلغ 30 مليون و 300 درهم، كيف لهذه الشركة أن تعمل ب 25 مليون؟ ليس هناك قانون، وهذه الشركة دخلت هذا المزاد ب 33 مليون ورص عليه على والدينا. كيف أن يتعامل بعقد بثمن بخيص 25 مليون 221 نهار، عندنا 15 خدام في النهار، كيف يمكن أن يتعامل مع هذا المشروع؟ ومنذ ذلك الوقت وضع هذا العقد العرفي في المحكمة التجارية، فحجز على عقارنا المسمى مربوحة جوج، حجز تحفظي من طرف رئيس المحكمة بسبب هذا العقد. هناك اختلاف، نلاحظ أن السبب الرئيسي في هذا الاختلاف أن رئيس المحكمة لم ينظر إلى السجل التجاري للشركة، فكيف يفوض لها الأمر وهي غير مسجلة ومشطب عليها؟ القانون الثاني توقيع عن مشترك لجميع العمليات والأعمال، وهذا السجل التجاري للشركة منذ سنة 1999، يعني سنتين يعمل بدون سجل تجاري، هذا هو المستفاد من هذه الملاحظة. ثم رسلنا رسالات كثيرة إلى مفتش العام لوزارة العدل، ثم إلى وزير العدل والحريات، إلى رئيس المحكمة لدى محاكم فاس، وكل هذا يقولون لنا للاختصاص. فأين هو الاختصاص؟ وها نحن لنا شكاية عند وكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس نطالب فيها بالخبرة الخطية على دفتر التحملات، وعدنا جلسة نهار 27 في هذا الشهر يوم الخميس إن شاء الله، وفوق سجلة هذه الخبرة ب 5000 درهم، 5000 درهم ديال الصائع ديال الخبرة، والخبرة لم تنجز. فأين الحكومة؟ فأين النيابة العامة؟ ما هذا؟ يريد تشريدنا من منزلنا، فجاءتنا ورقة بالإفراغ. ما هذا يا سيدي؟ نرجو من سيادتكم المحترمة النظر في ملفنا ومطلبنا. وهناك اختلاف جديد حيث ظهر في الملف الجنحي النقد، ما زال لم يصرح به المحكمة. هذا ملف في النقد منذ 2/11/2015 تاريخ الإرسال، الحكم مازال أونكور. ونرجو من سيادتكم المحترمة فوق كل قادر الاعتبار، ونرجو من سيادة محمد السادس النظر في ملفنا ومطلبنا هذا. نرجو بالخبرة التكميلية على دفتر التحملات ببلدية سيس، لأن هناك تلاعب. دخل أحد يوم الجمعة فبدأ يدون في السجل التجاري، في السجل تصحيح الإمضاءات، وبدأت الدعاوى نحن لا بسبب عقد عرفي لا ينتج آثار قانونية. هذا نسخة من السجل
المدون صحيح الإمضاءات نلاحظ أن الكتابة هذه لا تخالف هذه، وهذا الإمضاء ليس لوالدنا، فأين هنا الحكومة؟ فأين هنا الحكومة التي تريد أن تشردنا من منزلنا هذا؟ وهذا المنزل منذ سنة 1990 ونحن نسكن فيه، ونحن نسكن في هذا المنزل بخمسة أسر، أنا وعندي ثلاث عيال، أخي عنده ثلاث عيال، وأخي عنده عيل. ونرجو من سيادة محمد السادس نصره الله وأيده أن يراعينا، وأمي مريضة لها ثلاث عمليات، عملية على 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 المعدة على المعدة، ونرجو من سيادتك المحترمة أن تراعينا وتشفق علينا وتحن علينا يا محمد السادس، نحن بحاجة إليك يا رب يا رب، لما انصرنا على الحق، الحق لا إله إلا الله، ومحمد السادس في يدنا ومعنا إن شاء الله يا رب. اللهم ارزقنا الصحة والسلامة والعافية لمولانا الأمير ومولانا محمد السادس نصره الله، ومولاي الحسن نصره الله وإيده. نرجو من سيادتك المحترمة هذا الستر القطع الأرضية، فكيف ينفذون حكما علينا بسبب عقد عرفي لا ينتج أثر قانونية؟ هذا نسخة كاملة لتلك القطعة الأرضية باسم والدنا هنا، وهذه نسخة من الرقم التيتر ورقم المسائل القانونية ديال الأرض، فكيف يعقل لنا أن ينفذ علينا بسبب عقد عرفي لا ينتج أثر قانونية ولا قانون للشركة المخولة لها لتسيير الشركة؟ وعاش محمد السادس هو الذي يشرف على كل شيء في هذا البلد الأمين، ونريده إن شاء الله أن يساعدنا ويراعينا، ونطلب منه أن يمنحنا لنا فرصة لكي نضمن حقنا في هذا الوطن العزيز. ونرجو من سيادتك المحترمة يا مولانا الأمير أن تراعينا، نحن إخوة في هذا المنزل نسكن بسلام، ويريد تشريدنا من منزلنا بسبب حكم لا ينتج آثار قانونية طبقا للقانون. وهذا خلاصة الأمر، وعاش محمد السادس نصره الله وأيده، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.